الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأحبة في كل مكان في هذه الإطلالة اليومية في من عمان. من الآن وحتى العاشرة نسلط الضوء على أبرز الأحداث، الفعاليات، المناشط، المناسبات التي تشهدها الساحة المحلية، ونبرز منها الأفضل ونختار هذه العناوين ضمن الفعاليات وأيضا ضمن بعض العروض التي تقام هنا وهناك في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة من خلال عدد من المتابعات اليومية في فريق إعداد من عمان. حضرنا لكم مجموعة وجملة من العناوين. أبرز موضوعات حلقة اليوم سيكون لنا حديث حول أمطار الخير، أمطار الرحمة والبركة التي هطلت على عدد من أجزاء محافظات شمال السلطنة، وكانت هذه الأمطار متفاوتة بين الغزيرة والمتوسطة وأيضا مصحوبة برياح نشطة، بالإضافة إلى تساقط لحبات البرد. ومن خلال الوقوف على حالة الطقس وآخر تطورات الحالة الجوية من خلال عدد من المراسلين، بالإضافة إلى التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني وكيف هي النشرات الجوية وإلى متى ستستمر هذه الحالة الجوية. بالإضافة سيكون لنا حديث حول تواصل فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته 9، وهذا المهرجان يقام كل سنتين من تنظيم الجمعية العمانية للسينما. اختارت أن يكون عنوان هذا المهرجان السينما فن التسامح والجمال، بمشاركة واسعة من المخرجين، من الممثلين، من الكتاب والمهتمين بالفن السابع. تقام هذه الفعاليات في عدد من المواقع وفي فوكس سينما سيتي سنتر الموالح والقرم، بالإضافة إلى النادي الثقافي والجمعية العمانية للسينما، وبعض أيضا تقام ورش ومحاضرات وندوات، بالإضافة إلى المؤتمرات الصحفية التي يقيمها بعض الفنانين الكبار من دول عربية. وأيضا سيكون لنا حديث حول استعداد جامعة السلطان قابوس لاستقبال مهرجان المسرحي الجامعي الرابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا المهرجان ينطلق يوم الأحد إلى يوم الخميس، ويستقبل 10 عروض مسرحية من مجلس التعاون لتقدم هذه الجامعات عروضها على خشبة المسرح هناك بجامعة السلطان قابوس. بالإضافة سيكون لنا حديث حول معرض بدع الورد التراثي العماني والمقام هناك في باريس في العاصمة الفرنسية. كيف شكل هذا المعرض والهدف منه، وكيف يمكن أن يصل رسالة من السلطنة إلى الجمهورية الفرنسية. وأيضا سيكون معنا مجموعة من المحطات التسجيلية والفقرات والتقارير المنوعة. فأهلا وسهلا بكم متابعينا الأحبة في هذا اللقاء المسائي اليومي، فحياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، تتأثر السلطنة هذه الأيام بمنخفض جوي، وأخدود من اليوم وحتى الغد، وقبل أيام شهدنا بعض الأمطار التي أدت إلى جريان الأودية وتدفق الشعاب وانقطاع لبعض الطرق، إلا أن معظم المحافظات شهدت هطول أمطار متوسطة وخفيفة، وكانت أمطار خير وبركة، ونسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة يعم بنفعها البلاد والعباد وسائر أوطان المسلمين. ويكون سنة كما سيكون لنا تواصل مع بعض المعنيين هناك في الهيئة العامة للطيران المدني للوقوف حول آخر تطورات الحالة الجوية. سينضم معي عبر الهاتف في هذه اللحظة. إذن سنتواصل معكم مشاهدين الأحبة من خلال تواصلنا عبر الهاتف. الآن ينضم معي في هذه اللحظة الزميل الشماخي، عيسى الشماخي، خليفة الشماخي، مراسلنا من محافظة الظاهرة هناك. مساك الله بالخير خليفة، ضعنا في الصورة حول الحالة الجوية هناك وكيف هي. مساء الخير أخي حفيظ، مساء الخير على جميع الإخوة الزملاء المتواجدين في الاستوديو.
الأجواء في محافظة الظاهرة كانت خلال نهار هذا اليوم شهدت ولايات المحافظة هطول أمطار الحمد لله تفاوتت بين الغزيرة والمتوسطة. الآن الأجواء أخي حفيظ مستقرة نوعا ما، ولكن لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. طيب كيف هي حالة المسارات وجريان الأودية هناك معكم؟ نعم، معظم أودية ولاية عبري الصباح هذا اليوم الحمد لله جرت بغزارة. الآن معظم الأودية انحسرت منها جريان المياه، ولكن يبقى وادي عبري تجري فيه المياه ولكن بطريقة خفيفة، يعني ليست بغزارة. أهم الأودية اليوم اللي جرت هناك في الولاية وعلى وجه العموم في المحافظة هناك معكم؟ نعم حفيظ، ولاية عبري طبعا كان لها النصيب الأوفر من هطول الأمطار صباح هذا اليوم. أبرز هذه الأودية التي جرت في ولاية عبري الوادي الكبير. طبعا الوادي الكبير يصب من عدة قرى وبلدات المتاخمة على الجبال التي تفصل بين ولاية عبري وولاية الرستاق. أيضا هناك أودية في بعض القرى التابعة لولاية ينقل أيضا جرت، ولكن بغزارة أقل عن الأودية التي جرت هنا في ولاية عبري. الآن الحركة انسيابية نوعا ما، لا توجد هناك أي عوائق تعيق حركة السير، سواء الطرق التي تربط ولاية ينقل أو الطرق التي تربط ولاية ضنك. الآن الطرق كلها يعني انسيابية والحركة حركة عادية جدا. خليفة، نعلم خلال الساعات الماضية هطلت أمطار غزيرة ومتفاوتة مصحوبة أيضا برياح نشطة هناك في المحافظة، مما أدى إلى امتلاء لبعض السدود في الولاية وفي عدد من الولايات الأخرى في المحافظة. ومن خلال تواصلكم مع المعنيين في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كيف سيكون حال هذه السدود وخطورتها خلال الساعات القادمة مع توقع لارتفاع نسبة هذه الأمطار؟ نعم أخي حفيظ، بالنسبة للسدود هناك طبعا سد رئيسي في محافظة الظاهرة وهو سد الوادي الكبير. طبعا السد اليوم امتلأ بالكامل جراء جريان الوادي الكبير بغزارة، ولكن يعني الأمور مطمئنة، لا توجد هناك أي تخوفات فيما يتعلق بامتلاء السدود أو يعني ما يتعلق أيضا بالفيضانات من هذه السدود. المياه تجري بكل انسيابية ولا يوجد هناك ما يعيق جريان هذه السدود. شكرا لك خليفة الشماخي من ولاية عبري، يعطيك العافية، كنت معنا عبر الاتصال. نتواصل الآن مشاهدينا الأحبة مباشرة، ينضم معي في من الهيئة العامة للطيران المدني عبر الاتصال سيف بن سعيد المقبالي. مساك الله بالخير سيف، كيف هي الحالة الجوية في هذه اللحظة؟ مساء النور أخي العزيز، أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما زالت تستمر بعض التدفقات على المحافظات الشمالية والسلطنة مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون مصحوبة برياح نشطة على محافظات البريمي والظاهرة والباطنة شمال وجنوب الباطنة الداخلية ومسقط شمال وجنوب الشرقية. وأيضا من المحتمل امتداد هذا التأثير ليشمل محافظتي الوسطى والظفار، والبحر ما زال متوسط إلى هائج الموج على ساحل بحر عمان ويتراوح ارتفاعه بين مترين إلى مترين ونصف. يعني ماذا يمكن أن نقول، تتمركز نسبة الأمطار في أي مكان بالتحديد؟ حاليا تتمركز الأمطار على محافظة جنوب الشرقية، أمطار متفاوتة الغزارة بين المتوسطة والغزيرة.
والتنبؤات نعم. ولكن ما زال الفرصة مواتية ليشمل هذه التأتية على محافظات الوسطى أيضا. وخلال الساعات القادمة كيف ستكون الأمطار؟ نعم، مثل ما ذكرت سابقا أن التأثير ما زال متوقع على محافظات شمالية وقد يمتد أيضا للمحافظات الوسطى والضفار. طيب هذا بخصوص اليوم، هذا خلال الساعات القادمة. إلى أي ساعة يستمر هذا التأثير؟ هذا التأثير الذي ذكرته حاليا خلال هذه الليلة، أما بخصوص يوم غد إن شاء الله بيكون معظم التأثير على جنوب مسقط الداخلية وجنوب وشمال الشرقية، وأيضا ممكن احتمال أيضا بأمطار متفرقة وتفاز الغزارة أيضا على محافظتي الوسطى والضفار. وحالة الجو وسرعته؟ سرعة الرياح، سرعة الرياح تكون من خفيفة إلى متوسطة، وتكون أحيانا نشطة، مما يساعد على تصاعد الغبار على المناطق المكشوفة والصحاري أيضا. يوم الخميس غدا يوم دراسي، كيف سيكون هذا اليوم مع مثل ما قلت، ذكرت توقعاتكم لحالة الجو مع غزارة هذه الأمطار، كيف سيكون أيضا استمرارية الدراسة في أجزاء من محافظات شمال السلطنة؟ هو مثل ما ذكرت أنه الحالة ما زالت اليوم غد في على نهايتها يعني، فالأمطار بتكون بحدة أقل عما هي عليه اليوم، ف نتوقع أن يكون الأمور أفضل بإذن الله. شكرا لك. نعم. يعطيك العافية سيف بن سعيد المقبالي من الهيئة العامة للطيران المدني على هذا التوضيح، وأيضا ما تشير إليه الخرائط العددية. والآن مباشرة ننتقل مشاهد، نطلع في مشاهد لأمطار الخير والبركة والرحمة، وهذه المشاهد من محافظة الظاهرة، وبعدها لن عودة.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفع البلاد والعباد وسائر أوطان المسلمين. قبل قليل شاهدنا بعض الأمطار، أمطار الخير والبركة هناك في محافظة الظاهرة، وينضم معي عبر الاتصال مباشرة من محافظة جنوب الشرقية يوسف بن علي البلوشي. مساك الله بالخير يوسف، ضعنا في الصورة كيف تبدو الأجواء هناك في محافظة جنوب الشرقية بالتحديد في ولاية صور. مساء الخير أخي حفيظ ومساء الخير لجميع المشاهدين. طبعا شهدت ولاية صور قبل نصف ساعة من الآن أمطار شبه غزيرة ومتفاوتة في الغزارة على مركز ولاية صور، ولكنها لم تكن خطرة أو لم تسبب أي إشكاليات أو مشاكل خطرة، سواء حوادث أو قطع للطرق أو احتجازات، ولم تكن هناك أيضا أي أضرار على المنازل، ولكنها كانت مستمرة قرابة نصف ساعة ويزيد. طبعا ولاية صور أيضا منذ الصباح الباكر شهدت تدفق عدد من الغيوم والسحب الكثيفة المتفرقة، إلا أنها لم تكن محملة بالأمطار، فقط الأمطار هطلت قبل قليل. طبعا على مستوى أيضا الاستعدادات الولاية شكلت هناك لجان حكومية أيضا منذ يوم أمس، لجان لتصدي لأي مخاطر أو أي حوادث أو أي طوارئ لا سمح الله، ولكن الحمد لله الأمور إلى الآن جدا طبيعية، حركة السير والطرقات مستمرة وليس هناك أي انقطاع. لم أيضا في الولايات الأخرى من جنوب الشرقية الكامل والوافي وجعلان بني أبو علي وجعلان بني أبو حسن شهدت أمطار متفرقة، ولكنها أيضا لم تكن كثيفة بتلك القوة ولم تؤثر على السير أو على طبيعة الحياة بشكل عام. طيب أخي يوسف، بما أنك ذكرت شهدت المحافظة أمطار متفاوتة الغزارة، هل هذه الأمطار شكلت أو أدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب هناك في عدد من أجزاء ولايات المحافظة؟ إلى الآن لم تشهد الولاية أي جريان للأودية، ولكن متوقع على حسب كثافة الغيوم الآن أن يستمر الوضع على هطول الأمطار بهذا الشكل، أن تجري الأودية، ومتوقع أن يجري سد، أن يجري وادي الفليك الذي أيضا يمر على سد الفليك الجديد، وكذلك أيضا أن يكون وادي حلم في المنطقة المتاخمة لولاية صور، التي أيضا يعني وادي حلم أيضا بدأ يعني بتدفق بنسبة ضئيلة نوعا ما، ولكن متوقع أن يتدفق مع الوقت القادم. شكرا لك يوسف بن علي البلوشي من محافظة جنوب الشرقية، كما علمنا من قبل المراسلين في عدد من المحافظات بهطول هذه الأمطار متوسطة وخفيفة، وبعض منها أيضا أدت إلى جريان بعض الأودية في أجزاء من محافظة شمال السلطنة، ونشاهد الآن لقطات من الأمطار في جنوب الباطنة وبعدها لنا عودة.
شاهدنا بعض اللقطات من أمطار الخير والرحمة، والآن ينضم معي مباشرة من ولاية العامرات بمحافظة مسقط الزميل إبراهيم بن سالم الهادي. مساك الله بالخير إبراهيم، صف لنا كيف هي الأجواء في ولاية العامرات بمحافظة مسقط. إبراهيم ضعنا في الصورة، كيف تبدو الأجواء في ولاية العامرات بمحافظة مسقط؟ ربما ما يسمعني إبراهيم، نعاود به الاتصال مرة أخرى في قادم الوقت. إذن بعض المحافظات قد تشهد هطول أمطار غزيرة رعدية مصحوبة بهبوب رياح نشطة، وأيضا هناك توقعات لتساقط حبات البرد على بعض أجزاء المحافظات، ومحافظة جنوب الشرقية ربما كانت أقل حظ لهذه الأمطار وأيضا جريان لبعض الأودية. والآن من محافظة شمال الباطنة ينضم معي عبر الاتصال علي البادي، ضعنا في الصورة هناك في محافظة شمال الباطنة وكيف هي الحالة الجوية. مساء الخير حفيظ، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. الأجواء حاليا أنا في ولاية صحار، تحديدا من ولاية صحار، الأجواء حاليا هي أجواء غيوم، لا توجد أمطار. اليوم كانت الظهر فترة الظهيرة في بعض الولايات في محافظة شمال الباطنة كالخابورة والسيق شهدت أمطار، وأيضا هناك بعض الأودية التي نزلت بين في ولاية سويخ، كان هناك وادي توقفت الحركة المرورية لفترة معينة بسيطة كذلك فترة الظهيرة. نعم. بينما في باقي الولايات لم تشهد أمطار، ولكن من المتوقع أن تكون خلال الفترات المقبلة كما تشير بعض المصادر في الأرصاد وأنه هطول أمطار. ايضا بعض المصادر تشير على انه من المحتمل وصول بعض الاوديه، جريان بعض الاوديه، ولكن ليست بذات الغزاره اللي كانت في الفتره الايام القليله الماضيه. طيب اخي علي، هناك كان في انقطاع لبعض المسارات وبعض الطرق في المحافظه، هل ما زالت الطرق عالقه ام عادت الامور كما كانت؟ لا، هو التوقف كان توقف بسيط وخاصة على طريق الخدمات في ولاية سويق تقريبا، كان في فترة الظهيرة لفترة محدودة فقط، أما الآن الحركة سالكة. الحمد لله ما في أي أضرار بالنسبة للطرق أكيد. لا، كان نزول أحد الأودية وكان الإجراء طبيعي، إجراء الحمد لله لم يحدث عنها أي أضرار تذكر. ولله الحمد. شكرا لك علي البادي، كان معي من شمال الباطنة، والحمد لله مثل ما علمنا أنها أمطار خير وأمطار رحمة وبركة، لم تؤثر بشكل كبير على الرغم أن بعض المواقع وبعض أجزاء من المحافظات شهدت أمطار غزيرة تدفقت على أثرها الشعاب والأودية. متواصلين معكم مشاهدينا الأحبة في هذا المساء وفي هذا اللقاء بعد ما نطلع في مشاهدة لأمطار الخير وبعدها لن عوده.
ارحب بكل من انضم معنا في هذه اللحظات لمتابعه من عمان، والان مباشره الى ولايه العامرات بمحافظه مسقط، وينضم معي عبر الاتصال ابراهيم بن سالم الهادي. ابراهيم، كيف حاله الجو ونسبه الامطار في الولايه بالتحديد هناك في العامرات؟ الجو الان لطيف جدا. اهلا وسهلا فيك حفيظ اولا، واهلا وسهلا ايضا بالمشاهدين الكرام. الآن هي بشكل عام محافظة مسقط تشهد غيوم كثيفة، وفي الحقيقة هذه الغيوم بدأت ما بعد ظهر اليوم أو بدأت منذ الصباح الباكر، إلا أنها تفرقت في الفترة الصباحية ثم اتحدت من جديد بعد ظهر اليوم لتشكل هذه الغيوم يعني مشهد جميل وأجواء لطيفة. إلى الآن لم تشهد ولاية العامرات بشكل خاص أي أمطار، بعض الأمطار المتفرقة كانت في بعض الأوقات أيضا من ما بعد الظهر اليوم في بعض المناطق في محافظة مسقط وفي ولاية العامرات. الآن طبعا لا وجود لأي أمطار سوى بعض المناطق بها شبه رذاذ تقريبا، ولكن لا يذكر، يكاد لا يذكر. الأجواء بشكل عام الآن لطيفة ومغيمة بشكل كبير حفيظ. شكرا لك إبراهيم بن سالم الهادي من ولاية العامرات بمحافظة مسقط. مثل ما علمنا أن إلى الآن أجواء الحمد لله مستقرة مع تفاوت هطول الأمطار بين المتوسطة والخفيفة. نأمل أن تكون هذه المعلومة دائما تؤخذ من مصادرها الرسمية والتأكد منها مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في كل حالات الأمطار خلال الساعات القادمة. إذن إلى هنا نكون وصلنا معكم إلى التغطية الخاصة بالحالة الجوية التي تؤثر على أجزاء من شمال محافظات السلطنة، ونستكمل بقية فقرات من عمان في هذا المساء وفي هذا اللقاء بعد ما نطلع في تقرير يتحدث حول أعمال ملتقى عمان الاقتصادي في دورته الخامسة، والذي بدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أيام هناك في فندق البندر ببر القصة بشنغريلا، وبعدها راجعين. بدأ اليوم في فندق شانغريلا بر الجصة ملتقى عمان الاقتصادي الخامس تحت عنوان عمان جسر الشراكة الخليجية الآسيوية، والذي يستمر إلى يوم غد الخميس. يعكس انعقاد الملتقى بدورته الخامسة أهميته ونجاحه كمنصة رئيسية وفاعلة للتبادل والتلاقي بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة وبين المستثمر المحلي والأجنبي، كما يشكل دليلاً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بجدوى الاستثمار في السلطنة، الذي ورغم انخفاض أسعار النفط وعائداته حافظ على استقراره ونموه خلال عام 2015. ويهدف الملتقى إلى دعم الأهداف التنموية للحكومة، وبصورة خاصة هدف إلى تعزيز موقع السلطنة كمحطة للتجارة الدولية ولحركة النقل المتعدد الوسائط بين القارات، كذلك كمحور جذب للاستثمارات الدولية من خلال توفير أفضل بيئة جاذبة لها. وفي هذا الصدد تناول الملتقى العلاقات الاقتصادية العمانية الآسيوية وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة، بحيث تصبح السلطنة جسراً للشراكة بين الدول الآسيوية والعالم العربي، كما جرى التنسيق لتخصيص جلسة لبحث الفرص الاستثمارية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإمكانية دخول الشركات العمانية والآسيوية إلى السوق الإيرانية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الإيرانية والآسيوية إلى عمان في القطاعات الاقتصادية المختلفة. شارك في الملتقى أكثر من 500 مشارك من مستثمرين ورجال أعمال من سلطنة عمان والدول العربية، إضافة إلى مجموعة من المستثمرين الآسيويين والإيرانيين المهتمين بالاستثمار في عمان.
نرحب بكم من جديد متابعينا الأحبة في كل مكان. تتواصل فعاليات مهرجان مسقط السينمائي في دورته 9. هذا المهرجان بدأ قبل أمس ويستمر إلى يوم الأحد المقبل، هو ختام هذا المهرجان. وكرم المهرجان عدد من الأسماء العربية التي خدمت وقدمت للدراما والسينما العربية. تقام الفعاليات في عدد من المواقع بالإضافة إلى المحاضرات والمؤتمرات الصحفية وورش العمل التي تقام بشكل يومي، والعروض للأفلام القصيرة التسجيلية والأفلام الوثائقية بالإضافة إلى الأفلام الروائية الطويلة، مع أيضا وجود وحضور بعض الأسماء التي تضيف لهذا المهرجان الذي حمل عنوان السينما فن التسامح والجمال. في هذه اللحظة معي الأستاذ الأمير أباضة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس الاتحاد العام لجمعيات وأندية السينما العربية. مساك الله بالخير ويهلا فيك يا أستاذي. ألف شكر أستاذ. هذا المهرجان جاء باسم السينما فن التسامح والجمال. يعني السينما نفهم من ذلك أن لها دور كبير في تقديم مختلف القضايا الاجتماعية، مختلف القضايا السياسية الاقتصادية الفكرية وغيرها في قالب درامي سينمائي. كيف ترى هذا الشعار؟ بالعكس، الشعار أنا شايفه بينطبق أو بيتماشى مع سياسة عمان من 1970 حتى اليوم. بمعنى إن يعني بيقولوا إنه عمان سويسرا العرب، إنها الدولة الوحيدة التي لا تنضم أو لا تتحزب، ولكنها نجحت في أن تضع سياسة الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. حياد إيجابي إنها موجودة ومؤثرة وصاحبة قرار، ولكنها لا تنحاز لأحد في سبيل أن تكون هي القلب الذي يحتضن الجميع من أجل الوصول إلى مصالحة عامة. فأنا سعيد أنه مهرجان السينما اختار للمرة الأولى تحضر السلطنة. لا تشارك. لا لا تاني، للمرة الثانية حضرت الدورة الثامنة ودي الدورة التاسعة. الدورة التاسعة أنت حاضر. كيف شاهدت الدورة السابقة، هذا المهرجان الذي يقام كل سنتين، وهذه الدورة الأخيرة التي يكون فيها مشاركين أيضا مختلفين عن سابق الدورات بالإضافة السابقة إلى العروض السينمائية الأخرى؟ الحقيقة الدورة السابقة بالتحديد كانت من العلامات المميزة للمهرجان. أنا لما يعني جات لي الدعوة أن أنا جاي، فأنا عملت سيرش ورجعت الدورات اللي قبل يعني. نعم. وشفت تطور المهرجان وعدد النجوم وعدد الأفلام والفعاليات اللي صاحبته خلال الدورات السابقة. في الاتحاد العام لجمعيات وأندية السينما العربية اللي بتشرف برئاسته قلنا هنعمل استفتاء. بدأنا فعلا من سنة 2014 بنعمل استفتاء لاختيار المهرجان المثالي على مستوى المهرجانات العربية. جميل. وكانت النتيجة المفاجأة انه مهرجان مسقط فاز بميدالية ذهبية للمهرجان المثالي، وتم تسليمها للدكتور خالد زيدجالي في حفل الافتتاح امس الاول. جميل. أستاذ، بما أنك أنت حاضر في هذا المهرجان أكيد لك مشاركات، ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي أظن لا يقل أيضا أهمية عن مهرجان مسقط، وهذا المهرجان بدأ منذ سنوات طويلة، مهرجان يحرص الكثيرين على حضوره ومشاركته. أهمية اليوم هذه اللقاءات السينمائية بين المخرج وبين المؤلف وبين الممثل وبين أيضا المهتمين بالحركة والفن السابق؟ المهرجانات دورها مش مجرد عرض أفلام أو أنها بتعمل ورش عشان تعليم المبتدئين أو حتى اللقاءات المباشرة بين المبدعين من مختلف الأوطان. المهرجانات لها هدف أسمى وأكبر بكتير، ألا هو دعم السينما نفسها. يعني أنا شايف أنه لو حاولنا ننظر إلى السينما في عمان، أنا شايف إنه مهرجان مسقط كان علامة فارقة في هذا في 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 تاريخ هذه السينما. يعني ما قبل مهرجان مسقط كانت الأفلام أو السينما العمانية إلى حد ما تحاول أن تجد لها مكانا. اليوم بعد يعني مع الدورة التاسعة للمهرجان هي وجدت لها مكانا، ومكانا لائقا يليق بسلطنة عمان. أكيد اليوم نعتقد السينما تمثل ثقافة، والثقافة ليست فقط ترفيه. السينما هي جماعة الثقافات، ليست أيضا سلعة استهلاكية، بل الثقافة تتجاوز وتتعدى ذلك. كيف يمكن للسينما أن تقدم هذا الدور؟ السينما فعلا بتقوم بدور كبير جدا في مناقشة وجميع قضايا المجتمع. هي أيضا الوعاء الذي يضم جميع الثقافات والفنون، من هنا لها دور أكبر بكتير من مجرد الفرجة والتسلية، لكنها أيضا هي التي تناقش قضايا المجتمع وتسعى إلى إيجاد الحلول. هي التي تقدم حلولا، ولكنها تعرض القضية
بأسلوب مختلف يجعل الباحثين والدارسين أو المسؤولين أيضا يستطيعون أن يجدوا تلك الحلول. وأعتقد أن ده حصل في مصر في أفلام في السينما المصرية استطاعت أن تغير قوانين. يعني فيلم مثلا يعني فيلم مثلا زي كلمة شرف، الفيلم ده كان عامل بطولته الأستاذ فريد شوقي وكان مع نيلي ونور الشريف. في الفيلم ده خرج مسجون عشان يزور أهله في لأنه والدته بتموت مريضة يعني وهتموت وحاجة، فخرج عشان يحضر الجنازة بعد ما ماتت. ووزارة الداخلية بعد عرض الفيلم فعلا أصدرت القانون الذي يسمح للسجين بأن يزور أهله. أعتقد أن ده كان شيء مهم جدا. أيضا فيلم زي أريد حلا اللي هو قدمه رشدي أباظة مع السيدة فاتن حمام، هذا الفيلم أيضا غير في قانون الأحوال الشخصية. وبالتالي السينما عندما تكون جادة وهادفة وتناقش قضايا المجتمع بشكل حقيقي أعتقد أنها لها دور مؤثر ومهم جدا. يعني اليوم المهرجانات أصبحت تستقطب أسماء كبيرة في عالم السينما. ضمن ضيوف مهرجان مسقط السينما إلى هذا العام الفنان بوليود ونجم بوليود الفنان الهندي شاروخان، وأيضا الفنانة المصرية بوسي وسمير صبري والفنانة اسمهان توفيق وعبد الكريم عبد العزيز وصلاح الجزائري، أسماء لها دور كبير في عالم السينما. حضورهم اليوم مشرف، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي سيقومون سيقدموا في هذا المهرجان. اللقاء اليوم بين الفنان والفنان العالمي الآخر وتبادل هذه الخبرات والمعارف، يعني هو ضرورة حياتية بالنسبة للسينما. المهرجانات الشكل الثقافي البحت ليها ممكن ما يكونش عامل جذب بالنسبة للجمهور العادي أو للمواطن العادي. يعني المواطن بيحب يشوف النجم لأنه النجم بالنسبة له ممكن يبقى مثل يبقى قدوة، فوجود النجوم وجود هذا الكم من النجوم الحقيقة يحسد عليه مهرجان مسقط. يعني عايز أقول لك إن في مهرجانات كتيرة ممكن تقوم على نجم واحد أو نجمين. بسم الله ما شاء الله أنا شايف حضور كبير جدا من نجوم سواء عالميين أو عرب، بالإضافة طبعا الأسماء اللي حضرتك ذكرتها. في مخرجين مهمين جدا موجودين. عايز أقول أنه المهرجان نجح فعلا بشكل حقيقي وبدون مجاملة وبدون مبالغة في أنه أن يجد لهم مكانا على خارطة المهرجانات السينمائية، وأن يجد للسينما العمانية أيضا مكانا. بمعنى هقول لحضرتك أنا الشهر في مارس الماضي يعني هو أبقى ماضي؟ لا احنا في بداية مارس أصلا. بداية مارس كان مهرجان المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون كان بيعرض فيه ثلاث أفلام عمانية. أحد هذه الأفلام حصل على الجائزة الذهبية للمهرجان. ما شاء الله. فبالتالي ده يؤكد مكانة السينما العمانية حقيقة. أكيد. طيب أستاذي، بما أن اليوم السينما تواجدت في المهرجان وشاركت أفلام روائية طويلة بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية بالإضافة إلى الأفلام القصيرة، هذه المشاركات قد تكون فردية من بعض الأفراد أو مؤسسات أو شركات إنتاج صغيرة واجتهادات شخصية من الشباب، أكيد هناك في تحديات في صعوبات يواجهها الفنان، فكيف يمكن أن نتعدى ذلك ما بعد المهرجان أن تصبح أو يصبح لدينا صناعة حقيقية سينمائية؟ المهرجان بيقوم بدور أكبر بكتير من فكرة العرض. زي ما قلت لحضرتك كانوا بيعرض أفلام من دول مختلفة المواطن العادي ما بيشوفهاش غير في المهرجان. يعني خارج المهرجان في نوعيات معينة من الأفلام من السينما هي المؤثرة وهي السائدة. خلال المهرجان بيشوف أفلام من دول قد لا تتعرض لها وقد لا تراها في حياتك إلا من خلال مهرجانات السينما. المهرجان أيضا بينظم عدة ورش في الإخراج والتمثيل والتأليف والسيناريو، فهذه الورش تفيد الشباب جدا بشكل غير عادي في أنه يستوعب خبرات الآخرين يستفيد منها، يقدم سينماه الخاصة، يقدم مشكلات مجتمعه. أعتقد أنها فرصة رائعة ولا تتكرر غير كل سنتين، أتمنى أنها تتكرر كل سنة مش كل سنتين. يعني التجربة السينمائية المصرية اليوم حركت الرأي العام في الشارع، اليوم هذه الأفلام أصبح جمهورها واسع، ملايين المتابعين للأفلام، وفعلا تصل رسالة سامية بغض النظر عن الرسالة سواء إيجابية أو سلبية أو انتقادية وغيرها. كيف يمكن اليوم أن نوفر أرض خصبة للفنان السينمائي للمخرج، نتجاوز ذلك ويصبح لدينا أو تصبح هنا صناعة سينمائية بدل أن لا يكون مهرجان وبعدها يتوقف كل شيء؟ الحقيقة يمكن وجود الفضائيات دلوقتي أصبح عامل مساعد في انتشار هذه الأفلام.
بمعنى أن السينما المصرية وصلت من خلال دور العرض من خلال السينمات العديدة في كل الوطن العربي. عشان اللهجة العمانية يعني إلى حد ما يعني قريبة من الـ من الـ من الإنسان العربي يعني، لكن في لهجات أخرى صعب إنها تتفهم إلا بالتكرار وبالسماع. فأنا شايف إنه السلطنة عندها فرصة فعلا من خلال الفضائيات ومن خلال القنوات التلفزيونية إنها إن سينماها توصل. وسيدي تعالى نبدأ بالأفلام القصيرة، نبدأ بالأفلام الوثائقية. أنا شايف استوديو مفتوح، عمان استوديو مفتوح، هذا الاستوديو المفتوح يجب أن يتم الاستفادة منه سياحيا وسينمايا أيضا. وده هنا دور بيقع على وزارة الإعلام وعلى رأسها الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني الحسيني، أعتقد وزير الإعلام وزير الإعلام. أعتقد أنه يعني فرصة مواتية، لأنه هذا رجل متفتح ورجل مستنير وفاهم لدور السينما. والحقيقة هو شرفنا النهاردة كان معنا في المهرجان. فأنا شايف أن فرصة أن احنا نقدر نستغل ده، أن احنا أولا نبدأ نعمل سياحة سينمائية. الأفلام اللي بتتصور، في أفلام بتروح بتتصور في المغرب بتحقق مليارات. نعم. فلو جات الأفلام صورت هنا أعتقد أن الفرصة هتبقى مواتية، لأنه الطبيعة الجبلية، الطبيعة الخلابة، التضاريس، الجغرافيا بتاعت المكان، أعتقد كل ده ممكن يبقى عامل جذب كبير جدا سواء للتصوير السينمائي. مشيت مكان، تمشيت ورحتوا؟ اتمشيت، أنا رحت كمان من سنة يمكن، رحت ظفار ورحت ما شاء الله. يعني مشيت، عملت جولة مشيت. لا جميل. وأجمل ما في عمان بعيدا عن الطبيعة بقى الخلابة والمناظر الجميله والجبال والانسان العماني نفسه. الله يبارك فيك. انسان مضياف كريم الحقيقه. يعني ما حسيناش ان احنا اتنقلنا، يعني احنا ركبنا طياره بس طلعنا من المطار ونزلنا في نفس المطار تاني، يعني في وسط اهلنا. يعني اذا اهتمينا بقطاع السينما اليوم وفردنا له مساحه كبيره، هل يمكن ان يرفض الاقتصاد الوطني؟ بدون شك. انا عايز اقول لحضرتك في مرحله من المراحل كانت السينما في مصر هي المصدر الثاني للدخل بعد القطن. ما شاء الله. بعد القطن. فبالتالي من الممكن ان في دول في العالم اخرى السينما هي المصدر الرئيسي للدخل. السينما لها دور مش بس اقتصادي، لها دور ايضا تعليمي، لها دور تنويري، لها دور سياحي. يعني انا فاكر واكيد حضرتك شفت معانا بعض المسلسلات التركيه في مرحله من المراحل خلت زودت السياحه التركيه، يعني خدمت الاقتصاد بشكل سياحي بشكل رائع. فاحنا ليه ما نعملش ده؟ أنا شايف أن التعاون العربي المشترك في مجال السينما أعتقد أنه أسهل بكتير من التعاون في مجالات أخرى زي السياسة مثلا، ممكن يساعد ويساهم في تقوية الاقتصاد. طيب وفي تقديم دعم حقيقي. كيف يمكن أن نرفع جودة الأفلام السينمائية اليوم؟ عن طريق التعليم، عن طريق الورش، عن طريق المعاهد السينمائية. يعني الورش اللي بتتعمل، لو احنا زودنا الورش بدل ما احنا بنعمل 3-4 ورش في المهرجان، لو احنا عملناهم على مدار السنة أعتقد أنه أكبر عدد من الشباب هيستفيد. والجمعية العمانية للسينما لها دور كبير في الحكاية دي. فلو ده تم بالتعاون مع وزارة الإعلام، بالتعاون مع الوزارات المعنية، يعني أعتقد أنه السينما العمانية هيكون لها دور كبير جدا في العشر سنوات القادمة في تحريك الاقتصاد العماني إلى الأمام. أكيد. يعني نشاهد أرقام خيالية اليوم لبعض الأفلام السينمائية خاصة في هوليود مثلا. فيلم أفاتار تيتانيك تجاوزت 200 مليون دولار. الإيرادات خلال تقريبا التكلفة كمان برضو التكلفة، إحنا للأسف إحنا بخل وإحنا بنصرف. أكيد. برضو أفلام عندنا ما بتكلفش كتير، يعني لما أنت لو كلفت الفيلم كويس هيدي لك عائد كويس. لكن زي ما أقول لك برضو عشان نوصل في النهاية لمشاهد لأكبر عدد من المشاهدين، يعني السينما في الخليج بدأت بزور تقول انه في نتاج سينمائي هيطلع او مؤثر. تبشير خير. في تبشير خير، وبالتالي هذه التبشير يجب ان يتم دعمها. المشكله زي ما قلت لحضرتك انه في بعض اللهجات العربيه مش واصله للناس، واعتقد انه من خلال القنوات التلفزيونيه والفضائيه اللهجات بدأت تتقارب من خلال مشاركه فنان عماني مع فنان مصري مع فنان اماراتي مع فنان سعودي. بدأ يحصل التلاحم. المرحله اللي جايه اكيد هتبقى مختلفه كتير عن الفتره الماضيه. أكيد. كل شكر لك أستاذي. شكرا بارك الله فيك، نورتنا. الله يسعدك. يعطيك العافية في بلدك الثاني السلطنة. شكرا. يا حي وسهلا. كان معي الأستاذ الأمير أباضة رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحديثنا حول مهرجان مسقط السينمائي في دورته 9. والآن مباشرة نطلع في تقرير في معرض بدع التراث العماني بباريس، والذي يحط رحاله هناك في العاصمة في باريس بالجمهورية الفرنسية، ومستقبلا جمهور كبير من الأجانب ليشاهدوا هذا المعرض الذي يحمل رسالة جميلة من السلطنة هنا. وبعدها لنا عودة لاستكمال تفاصيل هذا المعرض.
مرة أخرى تتحول سفارة سلطنة عمان في باريس إلى مقصد لجمهور عريض متنوع الميول والاختصاصات، أتى ليتعرف على مزايا بلد قيل الكثير هنا عن طبيعته وأهله وسمة الاعتدال التي تستمر تلازمه. والمناسبة معرض تراثي أقيمت أشغاله على يد نساء عمانيات تمرسن في الفن التشكيلي وتصميم الملابس وصناعة الحلوى وفن الوشم التقليدي وصناعة الحلي، يناغي حاضرهن تراثهن الحي. عرض اسمه بدع الورد، هي فكرة فنية مستوحاة من قصيدة كلاسيكية قديمة للفنانة الراحلة اصفهان. مزجنا الفكرة بين القصيدة والورود والأزياء العمانية القديمة بشكل فني جديد جدا في العالم. ننتقل لأول مرحلة من مراحل حياة الورد وهي جمع البذور، وعملت 4 لوحات تمثل البذور بأشكالها المختلفة، وهي عبارة عن محافظة شمال الباطنة، وعملت ربط بين الزي والمرأة قديما كيف كانت تلبس الزي. معرض بدع الورد حمل الإرث الثقافي العماني من مراميه المتعددة. كان من الممكن أن يكون كل جناح في المعرض معرضا كاملا في حد ذاته، لكنهن أردنه متكاملا، فكم من ظاهرة لا تبدو مكتملة إلا بأختها. إنها الموهبة العمانية معبرة عنها من قبل النساء، هذه إذن موهبة مزدوجة، إنها لحظات حلم تمنحنا لنا عمان اليوم في باريس. أنا مندهش جدا بما أرى، عمان بلد ذو تاريخ كبير، حين أرى كل هذه الأشياء في المعرض مشغولة بالأيدي أندهش، هذا شيء رائع، شيء مشرف جدا للشعب العماني أن يكون عنده هذه الثقافة. اللبس هذا كان يتميز بقطعتين، قميص طويل وتحته بنطلون وعليه مثل الشال الأسود وشيلة على الرأس. اللبس هذا يمثل المرأة العاملة في مجال الزراعة، في هذيك الوقت كانت المرأة تميل للملابس السريعة اللي تساعدها على الحركة على الأرض أثناء جمع المحصول الزراعي، أثناء تربية الحيوان، أثناء عملها. هذا المعرض يمثل بالنسبة إلي صورة عمان، الثقافة والفن والتصميم، كل ما يمكن لنا أن نبدعه بأيدينا. نحن أمام التراث ومن المهم الاستمرار فيه، طالما أن هناك من يجيد فعله من المهم استمرار التراث من أجل جيل إلى جيل. هذا ما صنعته أيديهن، إنها المرأة العمانية الشاهدة على التراث، على الهوية، المرأة العمانية التي لطالما افتخر بها بلدها فلحقه العالم إلى هذا الفخر. محمد كلاش، تلفزيون سلطنة عمان، باريس. إذن مشاهدينا الأحبة، في ترحاله العالمي حط معرض بدع التراث أو بدع الورد التراثي العماني بباريس مستقبلا جمهورا واسعا مختلف الجنسيات هناك في الجمهورية الفرنسية في العاصمة باريس، لينقل ثقافة الشعب العماني ويعرف العالم على العادات والتقاليد والثقافة العمانية. وكانت أيضا هناك بعض التعليقات وبعض الآراء ووجهات النظر من قبل زوار هذا المعرض وهذا الركن هناك في باريس. والآن عبر الاتصال مباشرة من باريس تنضم معي في هذه اللحظة الفاضلة مناح بنت علي البلوشي، مصممة أزياء ومشاركة بمحل لمسة فخر للأزياء في هذا المعرض، معرض بدع الورد التراثي العماني. مساك الله بالخير مناح وأسعد الله أوقاتك، نبارك لكم هذا المعرض وهذه المشاركة الطيبة. مساء النور أخي، أهلا وسهلا، أكيد مبروك للكل، مبروك للشعب العماني، مبروك لكم ولنا لأننا نحن نمثل عمان. الله يبارك فيك، وإحنا سعيدين وفخورين بمشاركتكم أختي مناح. كيف يمكن أن يتحدث هذا المعرض أختي مناح ويؤثر اليوم على الجمهور هناك الفرنسي، وكيف هي ردود الفعل من قبل الزوار؟
صراحة في البداية أنا أفتخر بتواجدي بالعاصمة الفرنسية باريس وسط مجموعة من الأخوة والأخوات العمانيين بمعرض فني حديث من نوعه وغني غني جدا بأهدافه وجودة منتجاته. جميل. تواجدي بمعرض بدع الورد بالسفارة العمانية باريس يضيف لي إضافة مشرفة بالفعل. بعدين جميل ما رأيت من حب هذا الشعب للتراث العماني، واحنا كثير يعني شجعنا لنقيم هذا المعرض بشكل مشرف، وبالفعل لاقى اعجاب كثير من قبل الزوار. طيب مناح اليوم من خلال مشاركتها في معرض بدع الورد التراثي العماني، ماذا أرادت أن تقول للعالم وهي متخصصة في مجال الأزياء، في مجال التصاميم، في مجال أيضا الإكسسوارات؟ كيف تبدو هي مشاركة مناح؟ أولا تشجعت كثير المشاركة بهالمعرض، لأن هذا المعرض معرض خاص من نوعه، لأنه مقدم حب وولاء للمقام السامي، وكون مقدم إهداء للمقام السامي من خلال 45 لوحة فنية تتحدث عن المرأة العمانية قديما والأزياء العمانية من خلال الاستيحاء من كلمة قصيدة بدع الورد. وأنا حبيت أني أكون شيء مشرف لبلدي، وكوني وصلت لباريس وشفت إعجاب الزوار، فهنا عرفتهم لمسة فخر إيش سوت من تصاميم حديثة وقديمة مزجتها مع بعض. جميل. والإعجاب اللي لقيته هذا كان شهادة تقدير لنا الحمد لله. طيب مناح، نشاهد الآن بعض اللقطات من هذا المعرض، من إكسسوارات، من أزياء، من حلي، جواهر، لوحات تشكيلية، أيضا مائدة الطبخ العماني، الحلوى العمانية وغيرها، واللبس والزي العماني التقليدي الأصيل. كيف يعني ردت فعل الحضور والمميز في هذا المعرض بالتحديد؟ الجميل في هذا المعرض من كثر ما تشجعوا وشفنا الإقبال الكبير، صار عندهم طلب منا تكرار هذه التجربة الثرية. طبعا حصلنا يعني عروض بكل من برلين والأردن ومصر، وإن شاء الله بكرة راح نتشرف بزيارة البرلمان الفرنسي. ما شاء الله. بدعوة رسمية من راعية الحفل لما لاقته من إعجاب الشديد اللي قدمناه. لكن فعلا هل شعرتي أن فعلا مثل هذه المعارض اليوم فعلا تعمل على الترويج السياحي للبلد؟ أكيد. اللي إحنا قدمنا اسم عمان. ماذا يوجد في عمان والمرأة في عمان اللي قدمناه، هذا كان يبين إيش اللي داخل عمان من حلوى، من لوحات فنية، من أزياء، من إكسسوارات، من نسيج. جميل. يعني استوديو فني تصوير، ركن حنة للمرأة العمانية. ممتاز. الزوار كلهم كانوا يعني على إقبال شديد أيضا للحنة العمانية، النقوشات هذه جذبتهم كثير، يعني طيب. ما في ركن ما شفنا فيه إقبال. إلى متى مناح يستمر هذا المعرض؟ إلى يوم غد بإذن الله، آخر يوم غد. جميل. إن شاء الله. كل الشكر لك. شكرا أختي مناح بنت علي البلوشي، مصممة أزياء، محل لمسة فخر للأزياء، مشاركة في معرض الورد، معرض بدع الورد التراثي العماني في باريس بالجمهورية الفرنسية. إذا نتواصل معكم مع بقية فقرات من عمان لكن بعد هذا الفاصل. واثق الخطى، جدير بالثقة،
مفعم بالقوة، قلبه ينبض بالطموح، ومسيرته لا تعرف الحدود. يحيطك بالفخامة والأمان، هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة. إليك نيسان باترول الجديد. البقاء في المقدمة يعني السرعة والاستجابة. التغذية الأوسع يعني الإنجاز التطور. عالم تزداد أحداثه في سباق مع الزمن. آخر الأخبار وأهم المستجدات الإقليمية والعالمية من مركز الأخبار. نساهم جميعا في الدراسة الدولية بيرلز 2016 من أجل عمان، مع تحيات وزارة التربية والتعليم. مشاهدينا الكرام، في المسرح وحده تتكون فكر الشباب، أو تجتمع الأمة ويتكون فكر الشباب وذوقه. تستقبل جامعة السلطان قابوس يوم الأحد المقبل إلى يوم الخميس مهرجان المسرح الجامعي الرابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهذا المهرجان تشارك فيه دول بعشرة عروض. كيف يبدو هذا المهرجان وأهميته، وكيف يمكن أن يخدم المسرح والمهتمين بالشأن المسرحي؟ في هذه اللحظة ينضم معي الدكتور يوسف بن سالم الهنائي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان. نبارك لكم تدشين هذا المهرجان يوم الأحد المقبل. أشكرك أخي وبارك الله فيكم، ونحن سعيدين جدا في جامعة السلطان قابوس لاستضافة هذا المهرجان وهذا الحدث الخليجي المميز على مستوى جامعات دول مجلس التعاون. نتحدث عن مهرجان المسرح الجامعي الرابع الذي بدأ للمرة الأولى في عام 2006 في دولة الكويت، وكانت دائما هي البداية تكون خجولة نوعا ما، إلا أن اليوم المهرجان أصبح في دورة جديدة ورابعة وبمشاركة أوسع. تفاصيل هذا المهرجان والمشاركين فيه. طبعا المهرجان الجامعي على دول الخليج ليس بالجديد، قبل 2006 كان يتم تنظيم شكل مصغر من المهرجان في أسبوع يسمى الأسبوع الثقافي، وكان أيضا ينتقل بين دول مجلس التعاون وجامعات مجلس التعاون. وفي هذا الأسبوع الثقافي كان طبعا هناك عدة فعاليات يشارك فيها جميع الجامعات في دول مجلس التعاون، الشعر والفنون والتصميم والبحوث، ومن ضمنها أيضا كان المسرح. في عام 2006 تقدمت دولة أو جامعة الكويت بتصور لجعل هذا الجزئية المسرح تنفصل عن المهرجان الثقافي وتصبح الأخرى. نعم، وتصبح مهرجان مستقل بدستور وبأسس منظمة أكثر وأنظمة أيضا. نعم بالفعل تم استضافته أيضا في دولة الكويت، ثم بعد ذلك في مملكة البحرين، ثم بعد ذلك في السعودية،
والآن طبعا تشرفنا باستضافة هذا المهرجان في جامعة السلطان قابوس للمرة الأولى. نعم. كم عدد العروض؟ العروض في هذا العام طبعا 10 عروض، وهو يعتبر عدد قياسي مقارنة بالمهرجانات السابقة. العروض طبعا أتت من مختلف الدول، منها طبعا المملكة العربية السعودية بأكبر عدد من العروض. كم تقريبا العرض؟ والله هم تقريبا عندهم نصيب الأسد، يعني ست عروض من أصل 10. نعم. ثم بعد ذلك جامعة الكويت، جامعة البحرين، جامعة السلطان قابوس، وجامعة قطر، كل جامعة بعرض. طبعا لكن طبعا السعودية، المملكة العربية السعودية فيها جامعات كبيرة وكثيرة يعني. نعم. ولذلك يعني مشاركتهم منطقية أيضا. نعم. أنها تكون بعدد أكبر، ولكن الدعوة كانت مفتوحة حقيقة للجميع من خلال الأمانة العامة في مجلس التعاون، حتى محليا وخارجيا في دول الخليج يعني. طيب ايش الجديد في هذا المهرجان؟ والله هو الجديد ربما في العمل المسرحي هو ما يتجدد من افكار فيه وابداعات شبابيه. من ناحيه تنظيميه طبعا مثل ما اخبرتك قبل قليل انه احنا في هذا المهرجان وصلنا الى رقم قياسي من المشاركات، وهذا يعتبر تحرك شجاع في تنميه ممتاز. هذا المهرجان كان المفترض الخطه تكون في تصفيه العروض وانتقاء 8 فقط منها، ولكن طلبنا من الأمانة العامة أن نجعل الموضوع يعني نعم مفتوح، من أجل أيضا خلق بيئة ما فقط تنافسية ولكن أيضا إبداعية للجميع، ويصبح هذا المهرجان عرس خليجي يحتفل فيه جميع دول مجلس التعاون في رحاب جامعة السلطان قابوس. على أي مسرح فعاليات؟ الفعاليات تنقسم طبعا على مسرحين، مسرح اللي هو القاعة الكبرى اللي أيضا بيكون نعم بالمركز الثقافي، اللي بيكون فيه أيضا حفل الافتتاح، وايضا هناك عروض اخرى ستكون في قاعة المؤتمرات. طيب في الجامعة. الفعاليات فقط هي عروض مسرحيه ام هناك ورش تدريبيه محاضرات ستقام على هامش المهرجان؟ والله هو الخطه كانت نعم كذلك، ولكن بسبب زياده المشاركات اصبح الجدول طبعا مكتظ، لانه الدستور يقتضي عدم تعدي المهرجان لخمسه ايام وعندنا 10 عروض، وبالتالي اصبح شويه يعني مكثف مع حفل الافتتاح وحفل الختام. لكن كانت هناك ورش سابقه للمهرجان، تم استضافه الاستاذ جان داوود من لبنان لتقديم ورش يعني في العمل المسرحي لجميع المهتمين من طلبه ومهتمين اخرين مهنيين يعني، ولكن يعني كانت في رحاب جامعه السلطان قابوس قبل المهرجان. الخطه الاوليه كانت ان نجعله للمهرجان، ولكن سبحان الله أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني ما تلائمنا ظروف شوية يعني. نتحدث كيف جاء اختيار النصوص ولجنة التحكيم وبقية الأعمال؟ طبعا المهرجان إدارته مقسمة إلى عدة لجان كثيرة يعني الإدارية والفنية. هناك لجنة التحكيم طبعا تتكون من محكمين من داخل السلطنة وخارج السلطنة، بعض الأساتذة الكبار في المسرح العماني معروفين، بعض الكتاب الكبار أيضا نفس الشيء، يعني النص المسرحي لجامعة السلطان قابوس كتب الأستاذ بدر حمداني وهو معروف يعني غني عن التعريف، وأيضا كتب في هذا المهرجان مسرحية أخرى لجامعة أخرى في الخليج. يعني لجان التحكيم طبعا مثل ما خبرتك ستكون من داخل السلطنه وخارجها. نعم. اللجنه الفنيه ايضا نفس الشيء تتكون من اعضاء من داخل السلطنه وخارجها، يعني الحرص دائما ان تكون هناك يعني لقاء، دائما يكون هناك لقاء في كل الاختصاصات سواء كان لجان التحكيم او اللجان الفنيه او الطلبه المستوى العروض او المخرجين، يكون هناك لقاء مشترك بين جامعات دول الخليج قدر الامكان، ولذلك نسعى دائما للتنويع يعني ما يكون فقط حكرا على دولة واحدة يعني. اليوم مثل هذا المهرجان الجامعي المسرحي الرابع، كيف يمكن أن يخدم الطلبة ويقام في هذا الصرح بجامعة السلطان قابوس؟ من يأتي للاستمتاع بهذه العروض، ومن يأتي يتعنى ليقيم هذه العروض، ومن يأتي ليشاهد كيف هي تجارب الآخرين؟ طبعا المعرض المسرح عفوا الجامعي تطور بشكل كبير جدا يعني، وأصبحوا يعني ما شاء الله شبابنا في المسرح الجامعي يعني بالفعل ينافسوا على مستوى كبير، والدليل انه المخرج على يعني هذا العمل المسرحي للجامعه الذي ينافس دول الخليج هو اصلا ممثل خريج من الجامعه، فتجد انها هي اصلا اللي هو عبد الحكيم الصالحي؟ لا هو عبد الحكيم ايضا ممثل. نعم. وايضا مخرج الحفل الافتتاح للعمل المسرحي، ولكن عندنا سامي البصافي. سامي البصافي هو مخرج يعني العمل الذي ستنافس به جامعه السلطان قابوس. نعم. وهذا نحن ما نهدف ليه يعني، هو عباره عن يعني فرصه المهرجان للطلبه للالتقاء على جميع المستويات سواء كان على مستوى التمثيل او مستوى الاخراج او مستوى الاعمال حتى الاضاءه والديكور
يتعلموا من خلالها. الدعوة طبعا مفتوحة للجميع، لدينا كثير من الطلبة الخريجين يرجعوا مرة ثانية في فعاليات الجامعة ويشاركوا فيها، وبالتالي احنا يعني نامل حقيقه في السينغرافيا في السيناريو في كل المجالات نامل حقيقه ان يكون هذا المهرجان فعلا رافد لمواهب جديده في المهرجان المسرحي الجامعي والشبابي، وايضا على جميع المستويات ليس فقط التمثيل، ولكن ايضا نامل نرى الكتاب ونرى يعني فنيين الاضاءه ونرى ايضا المخرجين. كيف هي الجوائز؟ والله هناك طبعا جوائز متنوعة، هناك جوائز ل يعني أفضل ممثل وأفضل ممثلة، وأيضا هناك جوائز لأفضل عروض، هناك جوائز تقديرية أيضا للمشاركة. تختلف الجوائز وهذه محددة حسب الدستور اللي هو أو النظام الأساسي للمهرجان الذي أصدرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. فهذه هي الجوائز يعني. أكيد اليوم في التنظيم وفي التنسيق وفي المتابعة هم من طلاب الجامعة واللي تخرج أيضا قريب أو متخرج والآن في مجال العمل ورجع من جديد إلى الجامعة ليتعاون معكم في هذا المهرجان. كيف يمكن أن يسقل هذا المهرجان المواهب الطلابية في مختلف المجالات؟ نعم أشكرك حقيقة. هذا هو فكر المهرجان، هو ليس فقط مسرحي، هو نعم يحمل الاسم المسرح، ولكن هو أيضا ملتقى يعني للمواهب كلها. على سبيل المثال عندنا مثلا الجماعات الإعلامية ومتخصصي الإعلام من الطلبة، هذه فرصة لهم لمزاولة العمل الإعلامي ويعني وجماعة المسرح أيضا تستفيد، وأيضا حتى الجوال لدينا هم فرصة لهم أيضا في تعلم المشاركة والتنظيم ممتاز. وغيره. فالمجال مفتوح لجميع الجماعات الطلابية ولجميع الطلبة بشكل عام في جامعة سلطان قابوس أو حتى في أي مكان آخر من مؤسسات التعليم العالي، يعني يشاركون ويشرفون يعني بالعكس. الفرصة هذه هي فرصة لن تأتي للسلطنة في هذه الصيغة إلا بعد سنوات عديدة، لأنه المهرجان يقام مرة كل 3 سنوات ويلف على دول مجلس التعاون. فعاد إذا كان عندنا يمكن 10 جامعات مشاركة، نعم، فتعرف يأخذ سنوات شوي لحد ما يرجع لنا يعني. العروض كلها مسائية تكون؟ العروض لا، نعم، في 3 فترات. الساعة 10 صباحا بيكون في عرض، الساعة 2 ظهرا في عرض، والساعة 7 مساء في عرض. بالنسبة لتجهيز المسارح، الإضاءة والديكورات كيف راح يكون؟ كيف عملية أيضا استبدال هذه الديكورات إذا كان أكثر من عرض في اليوم الواحد؟ نعم، طبعا العروض مثل ما أخبرتك سابقا مقسمة على قاعتين، فأخذ في الاعتبار اللي هي الفترة الزمنية اللي يحتاجها العرض. ثانية أيضا تركت فترة كافية يعني من الساعة 10 صباحا، ثم العرض التالي سيكون الساعة 2 ظهرا، وبالتالي هناك وقت كافي. العرض حسب النظام الأساسي لا يتجاوز ساعة العرض المسرحي، وبالتالي بعد هذه الساعة يتم تجهيز العرض التالي. طبعا استعدادات الجامعة الحمد لله يعني تسير بشكل ممتاز، وكل هذه التفاصيل يعني معروفة لدينا مختصين يعني لهم باع طويل في هذا المجال وفي الأنشطة الطلابية وفي المسارح وفي تجهيزها، ودوائر أخرى في الجامعة طبعا أيضا يعني نقدم لهم الشكر والتقدير، دوائر العلاقات العامة والصيانة وإدارة الجامعة على رأس الجميع طبعا في دعمها. الجميع مستعد والجميع متحفز لمثل هذا الحدث، يعني حدث كبير أكيد. يحمل اسم السلطنة أيضا، كونه يعني تجمع خليجي ليس فقط جامعي في داخل السلطنة يعني. الجامعة لها تجارب سابقة في مهرجان الجامعي على مستوى الجامعة، بالإضافة مشاركة بعض المؤسسات والكليات الخاصة. اليوم أنتم مقبلون على مهرجان خليجي أوسع، فأعتقد هنا أيضا مسألة صعبة بعض الشيء، وأكيد محتاجين إلى تحضير أكبر وأوسع من حيث العرض المسرحي أو استقبال هذا المهرجان. نعم، الحقيقة يعني التجهيز لمثل هذه المناسبات ليس سهل، هناك كثير من التفاصيل يجب أخذها في عين الاعتبار، يعني فيما يخص الوفود والمشاركات والأعمال نفسها والتجهيزات والتنقلات وإلى آخره، لكن الحمد لله تمشي الأمور على قدم وساق. هناك لجان يعني تعمل منذ فترة طويلة من الزمن في تجهيز هذه الأمور كلها، وإن شاء الله سيخرج المهرجان بأفضل حلة يعني نشرف بها يعني هذا الوطن العزيز وأيضا جامعة السلطان قابوس إن شاء الله تعالى. الرسالة التي يحملها هذا المهرجان من هذا الصرح من جامعة السلطان قابوس؟ والله يعني الرسالة العليا هي يعني خلق جو من يعني التآلف والتواصل والتسامح والألفة بين يعني شباب الخليج كلهم بشكل عام، ومؤسسات التعليم العالي، وايضا يعني بحكم الثقافه المشتركه. هذه كلها اهداف يخدمها المهرجان، ثم ياتي بعد ذلك طبعا اللي هو الجانب التخصصي ايضا. المسرح تعرف يعني مكان ممكن ان تبث منه رسائل كثيره
وفكر جديد دائما، يعني هو عبارة عن مخرج لكثير من الأفكار والرؤى الجديدة. فنتمنى إن شاء الله تعالى أن فعلا أن يستفيد الجميع من هذا المهرجان وأن يرقى إلى المستوى الذي يليق باسم جامعة السلطان قابوس وأيضا وطننا العزيز عمان. سؤالي الأخير لك، في ظل هذه الطفرة التكنولوجية بواقع التواصل، هل ما زالت هيبة المسرح كما كانت سابقا؟ والله أنا أعتقد أنه يعني أنا طبعا يعني حقيقة لست يعني من المختصين في المسرح، ولكن يعني أعتقد جمهور المسرح أن المسرح لا يفقد، لا يفقد المسرح لا يفقد يعني روحه مهما كان تغيرت الأوضاع ومهما كان التكنولوجيا. بالعكس أعتقد بأن التكنولوجيا الآن وشبكات التواصل أصبحت تخدم المسرح وتخدم المواهب، لأنه ليس يعني لا تتاح الفرصة لجميع المواهب أن تصعد على خشبة مسرح يعني حقيقي مثل ما يقولوا في مهرجانات مثل هذه، ولكن هناك أيضا الوسائل التواصل التي تسمح للشخص أن يبدي بعض من مواهبه الخاصة يعني. فأعتقد بالعكس يعني هي تنمي المواهب أكثر من أنها تحدها يعني. أكيد يعني. كل التوفيق لكم إن شاء الله، راح نكون متابعين لهذا الحراك المسرحي أول بأول في كل لحظة. شكرا لكم، وهذه دعوة عامة للجميع لحضور حفل الافتتاح في الساعة 10 صباحا في القاعة الكبرى يوم الأحد إن شاء الله، وبعد ذلك أيضا مشاهدة العروض. من عمان سيكون نتواصل معكم ومع ضيوفكم أيضا. أهلا وسهلا فيكم ونتشرف، وبالعكس احنا كلنا في صف واحد، وإن شاء الله يكون العمل هذا يخرج باسمنا جميعا. نور حياتك الله. كان معي الدكتور يوسف بن سالم الهنائي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، هذا المهرجان الذي يبدأ يوم الأحد وينتهي يوم الخميس بمشاركة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إذا نكون بهذه الفقرة وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم الأربعاء، ودائما نكرر أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر وأخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية والرسمية لآخر خرائط الطقس والحالة والنشرات الجوية. إلى هنا نختم معكم فقرة أو حلقة اليوم من عمان، وتحية خاصة من أسرة وفريق من عمان، وتحية من حمود الحسني مخرج البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصبحون على خير.